السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الهندسة المعمارية والمدنية. أشكركم على جميع الرسائل التي أتلقاها على الخاص. وأشكر كل من يتابع القناة. فكما وعدناكم، في هذه الحلقة سنعرض عليكم سكنات عدل. بطريقة ثلاثي الأبعاد. وبجميع التفاصيل والقياسات. فلا تنسوا مشاهدة الفيديو حتى النهاية. ولا تنسوا أيضا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.